يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترك المصحف مفتوحا ثم العودة إليه بعد مدة فيه شيء؟ حيث قال لي أحدهم لا تترك المصحف مفتوحا وأنت لا تقرأ فيه. إذا كان يتعرض لشيء، يتعرض لشيء لا يليق بالمصحف، مثل غبار، مثل شيء غير مناسب، نعم، فأنت تصون المصحف. أما إذا كان ما يتعرض لشيء فلا مانع. نعم.